فاتن. شكرا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فاتن. ايوه دكتوره، ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك علم وينفعنا بيك ان شاء الله. اللهم امين واياكم حبيبتي، اللهم امين. اتفضلي. الله يخليك حبيبتي. انا دلوقتي مشكلتي عيالي، لا انا تعبت مش عارفه اتعامل معاهم ازاي. مشكلتك مع مين؟ انا عندي ابني عنده دلوقتي 21 سنه. تمام. ويعني فشل في الدراسه، كنت مدخلاه ثانويه عامه ما جابش فيها مجموعه. دخلته كليه بالفلوس بس برضه ما كملش فيها، وحب يقف مع ضباط التجاره. وبعد كده ما كانش منتظم برضه في الشغل، وابتدى بعد كده عايز يخطب واحده، قلنا يمكن يصلح حاله لما يخطب يعني يصلح حاله وينتظم ويلتزم بالشغل. ما التزمش في الشغل واخلاقه كل مدى في السوق، وابتدى يشرب حشيش عايز يبات بره البيت وعايز ما يقعدش في البيت. وكل ما اكلمه انت بتعمل كده قلت له مش طايقكم وانا بكرهكم، انا مش عايز اعيش معاكم. ليه ايه السبب يعني؟ كل ما اعرفش. وبعد كده عرفت مش عارف اخلاقه عمل ليه كده، ما اعرفش احباط بقى من الثانويه العامه، انه فشل في الثانويه العامه. مش هو طلع من الجامعه ولا لسه مستمر في الكليه؟ لا ما دخلش دراسه، مش عايز يذاكر، ما دخلش الثانويه عامه، هيذاكر في الكليه. اخلاقه كل مدى السوق، مع ان باباه يعني متاخر من كل حاجه. هو ده ترتيبه كام في اخواته؟ ترتيبه كام في اخواته يا استاذه فاتن؟ الكبير بتاع الذكر. ده الكبير؟ طب اسمعيني. ذكر. حاضر اسمعيني. يعني الاولاد بيبقوا يعني قره عين، ودايما الاب والام بيبقى شايلين هم اولادهم. والله وانا نفسي الاولاد يسمعوا الكلام ده فعلا، والله ما حد هيحبكم في الدنيا اكتر من ابوكم وامكم. بابا عايز لكم المصلحه، ليه انا مش حاببكم ومش عايز اعيش معاكم؟ بكره تتربى لما تطلع بره وتتمرمط والحياه مرمطك كده، وتعرف قيمه ابي وقيمه امي كانوا ازاي في حياتي. يعني انا يعني والله بزعل جدا جدا لما الاقي حد من الشباب يقول الجمله دي. ليه؟ هو انت ما انتش عارف هي تعبت فيك قد ايه؟ هو انت مش عارف هي كانت حريصه؟ ده كانت بتطلعها من بقها، ده كانت بتصحى من النوم مش عارفه عشان تعطيك. ده كانت وما زالت. يعني شوفي لما تبقى الام دلوقتي وابنها هو تقول لك 21 سنه وابني كذا وابني كذا وعمل في كذا وشرب يعني طريق. بصوا يا جماعه، صلاح الابناء له حاجتين، التربيه طبعا من الصغر، وان انا اراعي كذا. طيب خلاص فشلت الدنيا ايا كانت الاسباب اللي خدناها او كذا او كذا، الدعاء انت دعائك مستجاب. تدعي وتشوفي حد مثلا له ابن عم كبير، له مثلا خال صغير في السن قريب من سنه، حد يكون قريب من سنه يكلمه، حد صالح تتوسمي فيه الخير كده، وتدعي وتطلعي صدقه بنيه ان ربنا يصلح حال ابنك. ودايما السنن النوافل وسنن الرواتب طلب حاجه، يجوز التعدد في النفل، يجوز تعدد النوايا في صلاه النفل، اصليها سنه واصلي معاها انها طلب حاجه لله عز وجل. اصلح لي حال اولادي يا رب، اكرمني في اولادي يا رب، يا رب لا تضمني فيهم يا رب ابعد عنه اصدقاء سوء. الدعاء وتخلي حد قريب من سنه، ده رقم اتنين، يكلمه ينصحه. يمكن هو مش هيسمع منكم، لكن هيسمع من مين؟ هيسمع من اللي قريب منه. ودور الاب، يعني انا عندي دور الاب في الموضوع ده مهم جدا. يعني دور الاب ما بيبقاش دور القسوه، ولكن ما بين حزم وما بين لين، ما بين الاتنين دول، ويبتدي ياخد معاه الخطوات اللي تعينه اصلا على انه يواجه الحياه. يقول له يا ابني كذا، وانا عايز لك كذا، في اختيار كذا وكذا وكذا، هتشرب وهتعمل وهتبقى مصيبتك، بص هتبقى فاشل، احنا مش عايزين الامر ده خالص، واطلع بره الحفره اللي انت وقعت نفسك فيها دي. وتفضلوا تدعوا بالكلام ده. يبقى انا عندي دور اب، وعندي دور قريب مثلا منه في السن، او حد جاره، حد بيسمع كلامه، وعندي ان انا بحاول يعني لو ينفع ان احنا يعني نغير البيئه بتاعته، او نغير البيئه اللي بيشتغل فيها. ودايما بقول حتى لو هو نزل يشتغل اشوف هو بيشتغل فين. والله انا عندي ياخد باريزه وشيلن ونكله وتعريفه وسحتوت في مكان يكون فيه ناس صالحه، على انه ياخد ملايين والوفات في مكان ناس فيه سوء وافعالهم سوء، ومكان خمرات ومكان نيله وحريم وشرب وكلام فاضي. اشوف المكان ده ونرضى بيه ويبارك ربنا فيه، وابوه يبقى معاه. ماشي هو ممكن ماشي ما جابش مجموع في الثانويه، لو في ينفع يخش تعليم مفتوح في اي مكان عادي، التعليم المفتوح دلوقتي كذا ان شاء الله، حتى كليه نظريه او حاجه، او ان هو ياخد مهاره في مهنه معينه ويتعلم صنعه معينه ويبرع فيها. شوف هو بيحب ايه،
وتدعوا، وادعوا الله سبحانه وتعالى يعني لك ولهم بصلاح الحال، اللهم امين. يعني وقت حلقتنا خلص، ادعوا الله سبحانه وتعالى تقبلها منا واجعلنا واياكم من الطيبين، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.